الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي فجرت التصعيد الأخير. وهنا أود أن أحذر مرة أخرى من أن ما تقوم به إسرائيل من حصار لحي الشيخ جراح ومن التضييق على أهله أمر يدفع باتجاه تفجر الأوضاع مرة أخرى. قضية الشيخ جراح قضية يجب أن يتم التعامل معها من منطلق أن لا حق ولا شرعية لأي قرار إسرائيلي بتهجير أهالي الشيخ جراح من بيوتهم، وأن تهجيرهم من بيوتهم سيكون جريمة حرب لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بها. والقضية الأخرى هي قضية الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. هذا كله يجب أن يتوقف، والمملكة وبتنسيق مع أشقائنا في مصر وبتنسيق مع المجتمع الدولي نبذل كل ما هو ممكن ونكرس كل إمكاناتنا بتوجيه ومتابعة يومية من الوصية على المقدسات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله للحؤول دون ارتكاب المزيد من هذه الاعتداءات، لوقفها بشكل كامل وللحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات. هنالك قضية أيضا إعادة الإعمار، ونحن ننسق بشكل مكثف مع أشقائنا في مصر حول ذلك، وهنالك مرة أخرى العودة إلى أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام. وسنستقبل معالي الأخ وأنا في الأيام القادمة وزير الخارجية الأمريكي لنبحث معه كيفية التحرك إلى أمام وفق الأسس التي طرحنا، كما سيكون هنالك اتصالات مكثفة مع الجانب الأوروبي إضافة إلى الاتصالات التي نقوم بها مع أشقائنا العرب والتنسيق المستمر. جمهورية مصر العربية الشقيقة بذلت جهودا مكثفة وحققت إنجازا كبيرا في التوصل لوقف إطلاق النار، وهذا جهد نثمنه. دور مصر كان وسيبقى دورا رئيسا في جهودنا من أجل إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة كاملة للشعب الفلسطيني. هدفنا واحد، تنسيقنا مستمر وتواصلنا لا ينقطع خصوصا في هذه الفترة الحساسة. فمرة أخرى أرحب بك معالي الأخ وتفضل الكلام لك. شكرا جزيلا أخي العزيز معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، حملني فخامة الرئيس برسالة ونقلها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، رسالة تضامن واهتمام باستمرار رعاية العلاقة الخاصة التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لما يعود بالنفع المشترك على البلدين. التنسيق فيما بين القيادتين في بيننا وزراء الخارجية وعلى مستوى الوزاري في كافة القطاعات في إطار تنمية العلاقة الثنائية المصرية الأردنية والاهتمام الذي توليه مصر لهذه العلاقة التي تتسم بالخصوصية، تتسم بالقوة والمتانة، ونراها ضرورية لمواجهة التحديات المشتركة والتغلب عليها. نحن نسعى لهذا التنسيق الوثيق في تطوير علاقات الثنائية، ولكن أيضا في التصدي للتحديات الإقليمية والعبور عن هذه التحديات. بالتأكيد الفترة الماضية وما شهدته من تطورات خاصة في المقام الأول بالهوية، حفاظ على هوية القدس، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، منع الاعتداءات المتكررة، قضية الشيخ جراح ومخالفة ذلك لقواعد القانون الدولي، ممارسات أدت إلى ما أدت إليه من التصعيد واللجوء إلى الأعمال العسكرية فيما بين إسرائيل وحماس وما نتج عن ذلك من آثار ومعاناة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وأيضا الأضرار التي تلحق بالأشقائنا في الضفة الغربية من التوسع في الممارسات والاستيطان، كلها تحتم مزيد من التنسيق والتعاون فيما بين مصر والأردن لمواجهة هذه الظروف. ونستمر
في المتابعة الحثيثة والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وطبعا الوصول إلى غاية المنشودة من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. لا غنى عن هذا التعاون فيما بين مصر والأردن، الاتصال لهما بالقضية الفلسطينية والتضحيات العديدة التي اطلعوا بها، والعمل من خلال علاقاتنا الإقليمية والدولية ومع شركائنا وخاصة الولايات المتحدة لإيجاد أفاق للحل الدائم العادل للقضية الفلسطينية. دون ذلك سوف تتكرر هذه الأعمال العنف، هيتكرر المأساة والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ومن ثم أهمية العمل مع شركائنا والولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية الراهنة أبدت في تصريحات الرئيس بايدن، في تصريحات وزير الخارجية مؤخرا بالأمس، إقرار بجدوى وأهمية تفعيل حل الدولتين والعمل من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ولابد أن نضع الآليات الملائمة لتحقيق هذا الغرض والسير قدما بالتعاون مع شركائنا الدوليين لتحقيق هذا الهدف. مرة أخرى بشكر معالي الوزير على دائم حسن الاستقبال والرعاية، وفي الحقيقة الصداقة التي نشأت فيما بيننا والمودة، فأعتبره أخ حقيقي، وهذه العلاقة تمتد من المستوى الشخصي إلى المستوى المؤسسي إلى مستوى الشعبين وما يربطهما من وشائج الصداقة والإحساس بالمصلحة والمصير المشترك. شكرا جزيلا. نأخذ بعض الأسئلة، سؤالين أو ثلاثة وننطلق، تفضل. نايف مشاق تلفزيون سكاي نيوز عربية، معليكم ويعني، هل تم بلورة أفكار ستقدم لوزير الخارجية الأمريكي خلال جولته المقبلة في المنطقة؟ وهل سيكون هنالك اجتماع ثلاثي أو رباعي أردني مصري فلسطيني أمريكي خلال هذه الجولة؟ شكرا. الأفكار واضحة، نحن في المملكة وفي جمهورية مصر العربية الشقيقة واضحون في أن لا حل ولا سلام عادلة وشاملا إلا إذا تم إنهاء الاحتلال وتم تحقيق سلام توصل إلى حل الدولتين وفق المعايير الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية وفق مبادرة السلام العربية. بالتأكيد كما ذكر معالي الوزير، الإدارة الأمريكية الجديدة برز عنها مواقف إيجابية يجب التفاعل معها والبناء عليها، سواء فيما يتعلق بتأكيد مرجعية حل الدولتين، سواء فيما يتعلق بإعادة المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، إعادة مساعدة وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين، الموقف الذي عبروا عنه فيما يتعلق ضرورة وقف الاستيطان، وقف التهجير. كل هذه مواقف وبوادر نعتقد أنها بوادر إيجابية، ونتطلع إلى التفاعل معها بما يضمن عمل حقيقي فاعل يأخذنا باتجاه إنهاء غياب أفق تحقيق السلام والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة للتوصل إلى هذا الحل. الأحداث الخطيرة والتصعيد الخطير الذي شهدناه على مدى الأسابيع الماضية أكد حقيقة نعرفها نحن، لكن ربما العالم كان بحاجة أن يتذكرها، وأن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع في المنطقة، وأن حلها على الأسس التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو مفتاح الحل في المنطقة. أكد عبثية كل الطروحات التي كانت قالت بإمكانية تحقيق السلام الشامل والدائم من دون حل القضية الفلسطينية وعبر القفز فوق فلسطين أو القضية الفلسطينية. أعتقد أن العالم كله يدرك ذلك الآن، ونحن نتطلع إلى المحادثات التي سنجريها مع وزير خارجية أمريكا، كنت أنا التقيت فيه في واشنطن منذ أيام، ونتطلع إلى الاستمرار في هذه المحادثات بهدف مرة أخرى إيجاد أفق حقيقي يعيد الأمل بأن ثمة فرصة للتقدم إلى أمام. فيما يتعلق باجتماع ثلاثي
أردني مصري أمريكي غير مطروح في هذه اللحظة، لكن نحن هذه عملية مستمرة وسنقوم بالتنسيق مع بعضنا البعض باتخاذ أي خطوة نعتقد أنها ضرورية وبالتنسيق مع شركائنا من أجل الوصول إلى أمام. معليك مجرد أن أؤكد بأن هناك تطابق وتوافق كامل فيما بين الرؤية المصرية والأردنية إزاء قضية فلسطينية، العمل على التوصل إلى الحل العادل الشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و الحيوية وضرورة العمل المشترك الأردني المصري. نحن نتحدث بلسان حال واحد، لدينا رؤية واحدة، لدينا أفكار يتم التنسيق فيما بيننا في كيفية تفعيل الآليات القائمة، وأن يكون الدور فيما بيننا للتواصل مع شركاء، وأن يكون الرسالة هي رسالة موحدة بأهمية الحل الدولتين وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروع الخاملة ووقف كل ما هو يعد خرقا للمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وسوف نستمر، لأننا لا نرى إلا أهمية استمرار هذا التنسيق الوثيق بين مصر والأردن واستمرار العمل المشترك في دعم الأشقاء في فلسطين، وهذا هو ما نحرص عليه على مستوى القيادتين وسوف نستمر فيه خلال المرحلة القادمة. يعطيك العافية أسامة بليبلي من قناة الحقيقة الدولية. بعد الدمار الذي شهدته قطاع غزة، فهل هنالك تعاون مشترك بين العرب لإعادة إعمار قطاع غزة ومساعدتها؟ ثانيا، ما زالت الانتهاكات الصهيونية مستمرة على قطاع غزة وعلى الفلسطينيين وتحديدا في القدس، متى ستكون أصوات العرب مسموعة عند الكيان الصهيوني وإيقاف هذا التدمير والتهجير المستمر؟ شكرا. بالنسبة لإعادة الإعمار، فهنالك حراك مستمر دولي إقليمي من أجل إعادة إعمار غزة. كنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل ذلك كنا في مجلس الأمن، والكل يؤكد على ضرورة العمل بشكل فوري من أجل إعادة الإعمار. الأشقاء في جمهورية مصر أعلنوا عن مشروع كبير لإعادة الإعمار في غزة. نحن في المملكة جلالة الملك أرسل أو عزى بإرسال مستشفى ميداني جديد، إعادة فتح مركز فحص الكورونا، تقديم كل الدعم الممكن لأشقائنا في غزة. فموضوع إعادة الإعمار أولوية، نعمل معا على تنسيقها ونعمل معا على ضمان أن تمضي إلى أمام بشكل فاعل وبشكل ينعكس على حياة أهلنا في غزة بعد ما تعرضوا له من 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 عدوان لا إنساني رفضناه ونرفضه، والعالم كله أكد وعمل من أجل عملنا معه من أجل إنهائه. فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية المستمرة، نحن قلنا أن وموقفنا واحد، نحن وأشقائنا في جمهورية مصر العربية نرفض كل الممارسات الإسرائيلية اللا قانونية اللا شرعية اللا إنسانية التي تقوض حل الدولتين والتي تمثل خروقات واضحة للقانون الدولي، وحذرنا من أن هذه الممارسات تدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التصعيد الذي سينعكس على الجميع إقليميا ودوليا، وقلنا أن السلام العادل والشامل هو ضرورة إقليمية ودولية. فهذا أمر موقفنا فيه واضح والعمل من أجل إنهائه مستمر، وأعتقد الكل رأى حجم العمل الذي بذل على مدى الأسابيع الماضية بالتنسيق مع الأشقاء من أجل بلورة موقف دولي يلجم هذه الممارسات والانتهاكات. فهذا جهد مستمر، ونحن وأشقائنا في مصر مرة أخرى نتحرك سويا في كثير من المساحات، ونكمل بعضا أيضا في كثير من المساحات التحرك أيضا. معليك شكرا جزيلا. بالتأكيد أنه في المرحلة الحالية هناك اهتمام بالغ بالوزارة ودعم الأشقاء في غزة لما تعرضوا له من أضرار، وقوافل المساعدات الإنسانية تمر بكثافة المساعدات المصرية في هذه الأيام، وأيضا التنسيق مع الدول والأشقاء العرب لتوفير هذه المساعدات الفورية
التي يحتاجها إخواتنا في غزة. بالتأكيد أنه ما أعلن عنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من توفير نصف مليار دولار لعملية إعادة الإعمار سوف تتم من خلال الآليات التي سوف نضعها بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية مع الأشقاء في قطاع غزة حتى نزيل الآثار التي لحقت بالقطاع ونحسن من وضع المعيشي للأشقاء الفلسطينيين في غزة. هذه أولوية، قضية لها أهميتها، تتسع نطاقها ليس فقط لغزة ولكن أيضا للأراضي المحتلة الضفة الغربية، وهناك اهتمام بأن نعمل لتحسين الوضع الاقتصادي بالأراضي، ولكن أيضا مع الإدراك بضرورة العمل على إنهاء الصراع. لا يمكن أن تكون هذه الدائرة المفرغة من التدمير والتهدئة والتدمير والتهدئة، هذا أمر يصيب الشعب الفلسطيني بالإحباط، وعدم وجود أفاق للحل النهائي تجعلنا في دائرة مغلقة من التوتر والصراع وما ينتج عن ذلك من أضرار على المواطن ليس فقط الفلسطيني ولكن على المواطن العربي بصفة عامة، ويحد من قدرتنا المشتركة على تكثيف التعاون فيما بيننا، الارتقاء باقتصادياتنا والوفاء باحتياجات شعوبنا. فهي إطار متكامل، والعمل من خلال التنسيق مع الأردن مع بقية الدول العربية مهم حتى يكون هناك فاعلية لجهود إعادة الإعمار والوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء كانت الضفة أو غزة. أسئلة وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك. سؤالي لمعالي وزير الخارجية الأردني، بعد الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية أو تحديدا القدس، هل يفكر الأردن بأن يتقارب أكثر مع حركة حماس وأن يعيد ترتيب علاقته معها خلافا لما جرت عليه العادة على طول 20 سنة الماضية؟ أيضا سؤالي لمعالي وزير الخارجية الأردني والمصري بما يتعلق بمطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يتم ليس تدويل القدس ولكن أن تخضع القدس لإدارة ثلاثية من 3 أديان، المسيحية اليهودية والإسلامية، فما تعليقكم على ذلك؟ وشكرا. بداية، المملكة الأردنية الهاشمية في تعاملها مع القضية الفلسطينية هدفنا الأساس هو إسناد أشقائنا، تقديم كل ما يمكن أن نقوم به من أجل رفع الظلم عنهم ومن أجل التعاون مع أشقائنا في دولة فلسطين وفي العالم العربي والعالم من أجل إيجاد الأفق الحقيقي لتحقيق السلام. نحن اتصالاتنا مع أشقائنا في فلسطين مستمرة، كان هنالك اتصال بين حماس والمملكة عبر الأسابيع الماضية، نحن نتعامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق كشعب فلسطيني شقيق، نقارب الأمور من منطلق موقفنا الثابت في أننا نعترف بدولة فلسطين دولة فلسطينية ونتعامل مع القيادة الفلسطينية ونتعامل مع كل أشقائنا في فلسطين في إطار العلاقات الطبيعية بين الدول ووفق هذه العلاقات. فالتواصل مستمر مع الجميع، هدفنا الأساس خدمة فلسطين، هدفنا الأساس إسناد أشقائنا الفلسطينيين، ومن أجل ذلك تقوم المملكة بكل ما تستطيع، وتنسيقنا لا ينقطع مع القيادة الفلسطينية، وإدارتنا لكل ما نقوم به فيما يتعلق بالملف الفلسطيني منطلقه وهدفه هو خدمة أشقائنا الفلسطينيين ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم كاملة. فيما يتعلق بالقدس، نحن نعتبر القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، السيادة على القدس فلسطينية،
الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هاشمية، وحماية القدس هي مسؤولية فلسطينية أردنية مصرية عربية إقليمية دولية إسلامية، لأن القدس هي أهمية القدس معروفة عند الجميع ورمزية القدس عند الجميع، وبالتالي حماية القدس مسؤولية دولية، لأن المساس بالقدس ومقدساتها هو أسرع الطرق إلى تفجير الصراع وإلى استفزاز مشاعر ملياري مسلم ومسيحيين في المنطقة برمتها. تفضل. بالتأكيد أن قضية القدس تحتل مركز هام لدى الجميع في العالم العربي والإسلامي، واستمرار الحفاظ على هوية القدس المحتلة والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية والوصايا الهاشمية حولها أمر مقر من خلال الاتفاقيات الدولية، وهناك توافق دولي على استمرار هذه الوصايا وما تطلع به من مسؤولية في هذا الصدد. قضية القدس هي قضية مركزية للحل النهائي، وهي خاضعة للتفاوض والوصول إلى اتفاق حولها يؤدي إلى إقامة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، ونحن ملتزمون بذلك، وهو مكون من المبادرة العربية أيضا. فهذه القضية يتم تناولها في إطار التسوية والحل النهائي. أشكرك مع الوزير، وبالتأكيد الذي قبل أن نذهب أننا متفقان أيضا على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. التصعيد الذي رأيناه يمكن أن يتفجر مرة أخرى في أي وقت إذا لم يتم معالجة جذوره، وهو استمرار الاحتلال وغياب أفاق إنصاف الشعب الفلسطيني. هذه هي القاعدة التي ننطلق منها، وهذه هي القاعدة التي تحكم كل تحركاتنا. أشكركم جميعا. الآن سأتشرف ومعالي الأخ بلقاء جلالة الملك، فسنذهب الآن، وكل الشكر لكم، ومرة أخرى كل الترحيب بك معالي الأخ، وكل الشكر على هذا المستوى من التنسيق والتشاور المستمر بيننا. شكرا لك.